أهلا بكم في معرض حلقاتنا عن منتخبات المونديال. سيكون موعدنا مع منتخب البلد المستضيف المنظم روسيا. المنتخب الروسي هو الوريث الشرعي وباعتراف الفيفا للاتحاد السوفيتي، والذي كان أحد القوى العظمى في كرة القدم. ففي الفترة من 1958 وحتى 1990 حقق المنتخب السوفيتي إنجازات كبيرة، حيث شارك في 7 نسخ. عقب انهيار الاتحاد السوفيتي شارك المنتخب الروسي في 3 نسخ، كانت في عوام 1994، 2002 و2014. العصر الذهبي للدوب الروسي كان تحت مسمى الاتحاد السوفيتي، حيث كان أبرز إنجاز له في مونديال 1966، كان ذلك في إنجلترا، حيث تمكن السوفييت من إنهاء البطولة في المركز الرابع. كما تأهل إلى دور الثمانية في نسخ 1958 بالسويد، 1962 في تشيلي، 1970 كان ذلك في المكسيك. لم يتمكن الوريث من تحقيق أي إنجاز يذكر بعد ذلك، حيث لم يتمكن من تجاوز الدور الأول في النسخ 3 الأخيرة. ووفقا للوائح البطولة، تأهل الدب الروسي إلى نهائيات المونديال دون خوض تصفيات باعتباره البلد المستضيف. قادت روسيا 10 لقاءات ودية بنفس الجهاز الفني الحالي، لأنه لم يحقق الفوز سوى على كوريا الجنوبية والمجر، وتعادل مع كل من إسبانيا، بلجيكا، أيضا تعادل مع تشيلي، إيران، وخسر الروس من كوت ديفوار، الأرجنتين، البرازيل وفرنسا. لم يتبقى لهم سوى مواجهتين قبل المونديال، في أمام النمسا في 30 مايو الجاري، والثانية أمام تركيا في 5 يونيو المقبل. بعيدا مشاهدينا عن المباريات الودية، كانت روسيا على موعد مع استضافة لكأس العالم للقارات على 4 مدن، هي العاصمة موسكو، سان بطرسبورغ، كازان، وأيضا سوتشي. إلا أن الجماهير تلقت صدمة كبيرة بسبب ظهور منتخبهم بمستوى متواضع ووداع البطولة مبكرة. فبعد الفوز على نيوزيلندا خسروا أمام البرتغال ثم أمام المكسيك. بالحديث عن أبرز اللاعبين بالمنتخب الروسي، لابد من البدء بالقيمة التسويقية لهذا المنتخب التي تبلغ 125 مليون يورو، وهو منتخب يعتمد في المقام الأول على اللاعبين المحليين، فيما عدا 3 لاعبين فقط محترفين. كما أن معدل أعمار هذا المنتخب قرابة 28 عاما. يعد أبرز لاعبي المنتخب الروسي هو حارس المرمى المخضرم إيغور أكنفايف، صاحب 32 عاما، وهو حارس سيسكا موسكو، يمتلك 104 مباريات دولية. ننتقل للمهاجم الهداف فيدور سمولوف، صاحب 28 عاما، والذي يلعب في فريق كراسو نودار الروسي، وهو أغلى لاعب بالمنتخب بقيمة 15 مليون يورو. ثم دينيس تشيريتشيف، صاحب 27 عاما، وهو المعار من نادي ريال مدريد الأسباني إلى نادي فيا ريال، وهو من أمهر لاعبي الوسط، من المنتظر أن يحقق ظهورا جيدا في المونديال. سيرجي أغنا تشافتشا، مدافع سيسكا موسكو، صاحب 38 عاما، هو عميد لاعبي روسيا ب 120 مباراة دولية حتى الآن، وأضيف للقائمة بعد إصابة روسلان كامبالوف. هذه المجموعة من اللاعبين يديرها مدرب وطني طموح، وهو ستانيسلاف تشيريتشوف، صاحب 54 عاما، وهو حارس سابق للمنتخب الروسي، تولى المهمة في أغسطس لعام 2016. طريقته التي يفضلها 2-5-3، وهي الطريقة التقليدية. قاد المنتخب في 16 مباراة، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات، تعادل في 5 آخرين، ونال 6 هزائم. كانت أبرز محطاتها التدريبية مع فريق كافيستاين، كان ذلك عام
و4 ثم سبارتاك موسكو في موسم 2007-2008، وقاد دينامو موسكو في موسم 2014-2015 أخيرا. كانت محطته الأخيرة قبل تولي المنتخب مع فريق ليجيا وارسو، كان ذلك في موسم 2015-2016. خيرا في هذا العرض عن المنتخب الروسي أوقعة القرعة أصحاب الأرض في مجموعتهم الأولى مع منتخبات مصر، السعودية ومنتخب أوروغواي. فهل ينجح الروس في استعادة روح العملاق السوفيتي في كأس العالم؟ الإجابة ستكون خلال أيام من انطلاق البطولة إلى المنطقة.